الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة رندا موسى، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج والتجميل بالليزر. هنتكلم النهاردة عن غمقان الجلد. أسباب غمقان الجلد وخصوصا الأماكن الحساسة ممكن يكون سببها وراثي، ممكن يكون سببها التهابات، ممكن يكون سببها طبيعة أو احتكاكات ما بين الجلد وبعضها سببت التهاب فعملت الغمقان ده. هنتكلم عن غمقان الأماكن الحساسة بالذات. كتير من البنات والستات بيشتكوا من غمقان الأماكن الحساسة أندر أرم أو بيكيني. الأماكن دي بتغمق بصفة أساسية بسبب الالتهابات، ممكن يبقى فيها فطريات، ممكن يبقى فيها احتكاكات، ممكن مثلا لبسنا لبس مش مظبوط، حطينا ديودرنت أو كريمات مش مظبوطة، عملت لنا التهاب في المكان، الالتهاب خلى المكان يحمر وبعد كده الاحمرار قلب أسمر. ممكن يبقى عندنا اضطرابات في الهرمونات سببت لنا غمقان في الجزئيتين دول بالذات. في علاجات كتيرة جدا للموضوع ده، منها العلاج الأساسي اللي بيبقى على حسب السبب، يعني لو مشكلة هرمونات أو مشكلة فطريات أو التهابات بنعالج السبب ده بكريمات معينة، بكبسولات معينة، ده لازم تحت إشراف دكتور. الحاجات التانية اللي هي التجميلية ممكن مثلا نعمل تقشير كيميائي، ممكن نعمل تفتيح بحاجات تانية بالليزر أو بحاجات تانية بحيث ان المكان ده يرجع تاني فاتح ويرجع تاني لطبيعته، ومش بس المكان يبقى لونه فاتح، لا كمان طبيعة الجلد نفسها تبقى جميلة وناعمة ونضرة. حرصنا على المكان ده او الاهتمام به بصفة اساسية لازم يكون باستعمال الديودرانت الصح، باستعمال كريمات مظبوطة، مش اي حاجة نسمعها في النت نستعملها ونجربها على نفسنا. بلاش حكاية ماسكات الليمون وماسكات حاجات كتيرة قوي بنسمعها في النت بتعمل التهابات وبالذات للبشرة الحساسة. لو في اي واحدة عندها فطريات او مثلا سمينة شوية واللبس بتاعها بيبقى تايد قوي تحاول بقدر الامكان ان هي تخس، او لو عندها التهابات تسرع بالعلاج الصح واخذ العلاج الصح علشان الموضوع ما يزيدش والغمقان ده يزيد قوي لدرجة ان احنا لما نيجي نعالجه او نفتحه ما يفتحش بالطريقة المظبوطة. من ضمن العلاجات اللي هو التقشير الكيميائي، التقشير الكيميائي بيستخدم بدرجات معينة بعمق معين في الأماكن الحساسة، وبيبقى غالبا من النوع المتوسط، يعني ما بنقدرش نعمل تقشير عميق قوي لأن المكان بيبقى حساس، وممكن كمان التقشير لو اتعمل بطريقة غلط يقلب المكان لأغمق من الأول. علشان كده لازم الدكتور بيقوم بالتقشير من النوع المتوسط وبيستخدم بعديها كريمات معينة علشان يحافظ على المكان. الافضل طبعا كل انواع التقشير دي تتم تحت اشراف طبيب، لان في بعض الانواع زي ما قلت من التقشير اللي موجود على النت انواع تقشير معينه، احماض حاجات معينه الناس بتحطها وبتستخدمها وبترجع تشتكي لنا احنا بعد كده ان المكان اغمق او حصلت حروق او حصلت تجاعيد في الجلد او حتى قلب اكزيما، ودي بتبقى من اخطر الحاجات اللي ممكن تبقى الاعراض الجانبيه بتاعه التقشير. التقشير في المتوسط بيحتاج حوالي 3 جلسات، لو اتعمل صح مش هيبقى له اي اعراض جانبيه او اثار جانبيه. المشكله الوحيده بتاعته انه يسبب حروق او يقلب باكزيما، وده طبعا لو اتعمل تحت اشراف طبيب عمر الحاجات دي ما هتحصل. التعليمات او الروتين اللي ممكن نستخدمه بعد ما نخلص تقشير اننا بنستخدم، الدكتور بيكتب على كريمات معينه ترطيب بتتحط في المكان مع المحافظه على نظافه المكان وغسول مناسب علشان نحافظ على نتيجه التقشير اللي وصلنا لها. ممكن استخدام كمان كريمات تفتيح في الأماكن دي، بس مش كل كريمات التفتيح بتجيب نتيجة معينة وهي مشكلتها ان هي بتطول شوية لحد ما بتجيب النتيجة المطلوبة. فأحيانا الدكتور لما بيكشف على المريض بيقرر لها يا إما تمشي على كريمات فترة معينة أو يديها كريمات لمدة معينة، بعد كده نلجأ للتقشير أو نكتفي بالنتيجة بتاعت الكريمات، بس كله بيبقى على حسب الحالة اللي الدكتور شايفها، يوجهها كريمات أو يوجهها تقشير.